نشرة الأخبار من قناة المكلا تأتيكم، والبداية بأبرز العناوين. لقاء بالمكلا يناقش أوضاع قطاع التربية والتعليم والكهرباء والطاقة بحضرموت. مناقشة تفعيل دور الصحة والسلامة المهنية في مكتب صندوق النظافة والتحسين. مصرع العشرات من الميليشيا الحوثية بنيران قوات الجيش في جبهة الكسارة بمأرب. أهلا بكم. عقد بالمكلا لقاء ضم وزير التربية والتعليم طارق العكبري ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وناقش اللقاء جملة من المواضيع المرتبطة بقطاع الكهرباء والتربية والتعليم في حضرموت بحضور المختصين في مؤسسة الكهرباء وكهرباء الريف ومكتب وزارة التربية والتعليم بساحل المحافظة. وقال وزير التربية أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع عن كثب على أوضاع قطاع التربية والتعليم في المحافظات وتحسين أدائها. من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة أن الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على المشاكل والصعوبات في ملف الكهرباء وجدولتها في مصفوفة والرفع بها إلى الحكومة، مشيرا إلى أن ملف الكهرباء من أصعب الملفات المعقدة، وأن قيادة الوزارة ستبذل جهودها لتحسين خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين وفقا والإمكانات المتاحة. فيما رحب محافظ حضرموت بوزيري الكهرباء والتربية مؤكدا أهمية زيارتهم للمحافظة، حاثا الوزيرين لرفع المقترحات بعد عملية الاطلاع إلى الحكومة والمتابعة لتنفيذها بهدف تطوير قطاع التربية والتعليم وتعزيز وتحسين خدمة الكهرباء في حضرموت. وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سالمين البحسني وضع حجر الأساس لمشروع بر الوالدين الرابع وأوقافه بمدينة المكلا بأربعين شقة بمساحة إجمالية بلغت 3400 متر مربع. ودعا المحافظ البحسني أصحاب الأيادي البيضاء من رجال الخير وكافة المواطنين، دعاهم إلى التفاعل مع هذه المشاريع وتقديم الدعم والمساهمة لإنجاح هذا المشروع، شاكرا تبرع أصحاب الأرض لصالح بناء هذه الجامع الكبير في منطقة ذات كثافة سكانية. من جانبه أوضح المشرف العام على مساجد بر الوالدين أن الهدف من المشروع هو تعزيز قيمة بر الوالدين وتعزيز فكرة بناء مساجد بمساهمات مجتمعية وبمشاركة جميع المواطنين. التقى المدير العام لمديرية المكلا المهندس صالح العمري، التقى ممثلين جمعية العون المباشر لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتدارس احتياجات المديرية في الجوانب التنموية. ورحب العمري بالتعاون فيما يسهم في إيجاد مشاريع ذات مردودات إيجابية تعود بالفائدة على المديرية والمواطنين على وجه الخصوص، متعرفا على ما تسعى إلى طرحه الجمعية من مشاريع وأفكار وأعمال إنسانية خلال المراحل القادمة، مؤكدا أن السلطة المحلية بالمديرية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسيير عملية تنفيذ تلك الأعمال، موضحا بعض الجوانب التي تحتاج إلى تدخلات بصورة عاجلة بالمديرية. ناقش لقاء بالمكلا ضم مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أوسان بحسين ومدير صندوق النظافة والتحسين بالساحل المهندس فهمي بن شبراق، ناقش ضرورة تفعيل دور الصحة العامة والسلامة المهنية في الصندوق لضمان حماية العاملين. وتطرق اللقاء إلى آلية عمل الصندوق في جمع المخلفات الطبية وضرورة جمعها منفصلة عن المخلفات الأخرى التي من شأنها أن تؤدي إلى العديد من الأمراض المعدية كونها تحتوي على الجزيئات الحيوية أو الكائنات العضوية التي لا يسمح بإطلاقها في البيئة، إضافة إلى مشكلة بعض المصانع التي تقوم بحرق مخلفاتها في داخل المنشأة مما يسبب ضررا للمواطنين والعاملين. وشدد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة تفعيل جانب الصحة والسلامة المهنية في مكتب صندوق النظافة والتحسين لحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئية في العمل، وضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية للعاملين وإلزامهم بلبس الكمامة والقفازات وكل ما يلزم أدوات السلامة.
التقى رئيس هيئة التنفيذية لقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر، التقى رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالمحافظة أحمد برميل. وفي اللقاء أطلع رئيس النقابة تنفيذية انتقالي حضرموت على الجهود التي تبذلها النقابة في سبيل استخلاص حقوق الكوادر الطبية والتي لم تسفر عن أي نجاح إلى اليوم، داعيا انتقال حضرموت إلى مساندتهم في متابعة تلك الحوافز والتسويات التي وعدت بها الكوادر الطبية منذ العام الماضي. وأكد بن الشيخ أبو بكر على ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي وتوفير الحياة الكريمة لمنتسبيه، مبديا استعدادها لتبني مطالب النقابة في الإسراع بالإفراج عن تسويات الكوادر الطبية ومنتسبي مكتب الصحة بالمحافظة. أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمكافحة وباء كورونا أعلنت عن تسجيل 36 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس في محافظة حضرموت خلال الساعات الماضية، فيما بلغت إجمال الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس في البلاد 91 حالة، وبلغت حالات الوفاة 15 حالة، فيما تم تسجيل 11 حالة تعافي من الفيروس منها 9 حالات في حضرموت. ودعت اللجنة العليا للطوارئ الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على لبس الكمامة والتعقيم المستمر لليدين واستشارة الطبيب عند الشعور بأعراض المرض أو التواصل مع الفرق الاستجابة. وإلى الجبهات، حيث استهدفت مدفعية القوات المسلحة الجنوبية استهدفت تجمعا لميليشيا الحوثي الإرهابية في قطاع حبيل يحيى، خلفت من خلاله جرحى وقتلى من صفوف الميليشيات. وقال مصدر عسكري بأن استهداف تجمع ميليشيا الحوثي الإرهابية في قطاع حبيل يحيى بسلاح المدفعية أسفر عن قتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات، فيما تمكنت وحدة القناصة التابعة للقوات المسلحة الجنوبية من إحراق آلية تابعة للميليشيا الحوثية بما تحمل من عتاد كانت متمركزة في منطقة الشامرية شرقية مديرية الحشا. وأوضح ذات المصدر بأن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع كسرت هجوما شنته الميليشيات باتجاه مواقعها في قطاعي الفاخر وبتار شمال غرب جبهات محور الضالع، وتكبدت فيها الميليشيات خسائر جديدة في صفوفها بمواجهات مباشرة واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة. وفي الشأن نفسه، حيث شهدت جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شهدت معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفرت المعارك عن مصرع ما لا يقل عن 17 عنصرا من ميليشيا الحوثي. وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ صباح أمس الأربعاء أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 17 عنصرا من ميليشيا الحوثي وجرح 2 آخرين إلى جانب خسائر أخرى في المعدات. وأضاف ذات المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفا مكثفا تمكنت من خلاله من تدمير مصادر نيران الميليشيا وتحصيناتها، كما استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. والآن مشاهدينا الكرام نترككم مع أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. لقاء بالمكلا يناقش أوضاع قطاع التربية والتعليم والكهرباء والطاقة بحضرموت. مناقشة تفعيل دور الصحة والسلامة المهنية في مكتب صندوق النظافة والتحسين. مصرع العشرات من الميليشيا الحوثية بنيران قوات الجيش في جبهة الكسارة بمأرب. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. لمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي
المكلا تي في. حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته.